أكثر من 1130 طائرة حربية هجومية ودفاعية وللنقل العسكري، 270 مروحية من طرازي أباتشي الأمريكية الأحدث، وK-52 الملقبة بالتمساح فخر الصناعة الروسية، 83 من المطارات العسكرية في الخدمة، وذخيرة فائقة التطور، درع جوية قادرة على تحقيق اكتساح هجومي حاسم. البحر، مناورات حسم 2020 كشفت عن اليد الطولى لمصر في هذا العالم الأزرق. حاملات مروحيات عملاقة من طراز مسترال الفرنسية بمثابة قواعد بحرية عائمة، سفن وفرقاطات حربية متطورة، غواصات استراتيجية وتوربيدات وزوارق وكاسحات ألغام، أسطول من 320 قطعة بحرية متنوعة، وقوات إنزال بحري وصواريخ جو سطح وعمق سطح وسطح سطح، مثل صاروخ هاربون الذي دمر هذه السفينة الكبيرة وأغرقها. فزاد من طمأنة المصريين ومن قلق الخصوم. ذراع طولة تصل إلى أي مكان، قد يهدد أمن مصر. من منصات إطلاق ورادارات وذخيرة، مظلة مصر الدفاعية الأهم، القوات البرية، القوة الضاربة في القوات المسلحة المصرية، 5000 دبابة، 16000 مدرعة متنوعة، 2000 وأكثر من المدافع الميدانية، 1200 راجمة للصواريخ، وأسلحة من كل نوع وطراز وصنف، وألوية متخصصة في الحرب الإلكترونية والحديثة، قلاع عسكرية غير نمطية. هكذا وصف العسكريون في العالم القواعد المصرية. البرنيس، 3 قواعد في واحدة، جوية وبحرية وبرية، الأكبر والأوسع في إفريقيا، برصيف يتسع لأضخم الحاملات والسفن ذات الغاطس الكبير، ومدارج ومطارات عسكرية ومدنية، وميناء واسع للسفن التجارية على سواحل البحر الأحمر. وليست قاعدة محمد نجيب أقل شأنا من البرنيس. كل ما مضى لا أهمية له لولا أن في مصر 500,000 جندي عامل، وعشرات آلاف الضباط والخبرات العسكرية، إضافة إلى قوة بشرية تقدر ب35 مليون مصري.